نحن الغلاب ونقدم لغاية فضل وعلى بي أخطاري فضل نقدم لغاية التسير السلام عليكم. عليكم السلام. السمية ديالك والصفة؟ محمد صغاري، رئيس جمعية موحد زناتها بالمحمدية. نقول العمر ديالكم في الفروسية أولا. العمر إن شاء الله غادي يكون تقريبا شي 35 سنة، احنا في الفروسية ما بين 35 و 40 سنة. المسائل كلها موجودة، ولا من جهة الماء ولا من جهة الإنارة ولا من جهة، الحمد لله كل شيء تيدوز في أحسن مرير، والمهرجان الحمد لله في هذه الناحية دائما تينجح 100%. إذن شرح لنا كيف كتشوف التبوريدة في المغرب في السنوات الأخيرة، واش تطورت شوية ولا؟ الحمد لله التبوريدة إلى حد الآن تبارك الله تطورت، لأنها ولات الخيول وهي البربرية. نعم. العرب البربري على حسب دابا لابيس اللي تيديروا ليها ولي فاكسان والحصان، ولا تابع بالادويه ديالو بالكتاب ديالو مراقبه ديالو، لا من جهه الجلبه ولا من الماكله ديالو ولا من، الحمد لله الخيول جهدت ولا عندها تبارك الله العنايه من احسن ما يرام. الحمد لله الخيول المغرب غادا تتحسن الفروسيه التقليديه ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. بالفعل هذا الختام كيصادف الذكرى الغاليه لميلاد صاحب السمو الملك الامير مولاي الحسن، والفيدراليه الزناتيه لعمات المحمديه ارتأت باش تنظم هذا المهرجان، وهي اللي كانت الصاهره عليه. ومن هذا المنبر نشكر السلطات المحليه وعلى راسهم السيد عامل صاحب الجلاله والقوات المساعده، الامن الوطني، الوقايه المدنيه، والاخوان الفرسان اللي تحملوا جميع المصاريف ديالهم صراحه اللي جاوا زعما هذه، وكنشكرهم وكنطلبوا من الله باش يرجعوا للبيوت ديالهم سالمين. اذا عدد الشرب اللي كانت في هذا المهرجان هي 16 شربة يمثلون عماله المحمديه. جماعة المحمديه كانت راسنا جميع المقدمين، ولكن استطعنا باش نحصلوا على 16 هما اللي شاركوا معنا. السر ديال النجاح ديال الختام ديال وبالفعل فالسر هو السر هو كانت زعما المجهودات الجباره ديال الاخوان ديال السلطات المحليه اللي زعما والفيدراليه اللي زعما ساعدونا بكل ما لديهم. من المنبر كنشكرهم وكنطلبهم زعما باش تكون ديما المناسبات مكرره. وشكرا، الى اللقاء. اذا معنا الفنان الدوسي اللي كيشارك في هذا المهرجان هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني كي هي المشاركه ديالكم في هذا المهرجان ديال الخيل بمناسبه ميلاد الامير مولاي الحسن؟ انا اولا ضيف، انا ضيف عند الاستاذ الحاج مصطفى هو اللي عرض علي وجيت، ولكن كل سنه كنجي ماشي ديما مولوع مولوع بالخيل بالخياله، لانه انا شاركت المسرحيات اللي كان دار طيب صديقي الله يرحمه معركه واد المخازين في 65 لا باتاي دو تروروا تاريخ هذا. وكانوا ديك الساعه الخياله كثار، كان هداهم لينا سيدنا الله ينصرو الحسن محمد الحسن الثاني. وكانت دارت معركه واد المخازين في تيران الفتح، ومن تما وانا ديك الساعه العمر ديالي يلاه 16 سنه، وكنت كنشوف الخيول تولعت بهم. هذا هو بقى عندي واحد الذاكره مع الخيول. اما فيما يخص المهرجان، المهرجان مزيان داز ناجح
يعني معنى المقاييس. لا من ناحيه التنظيم ولا من ناحيه السلطه، قايمه بالواجب ديالها. حتى الضيوف الناس اللي ساهرين على هذا المهرجان هذا قايمين، لا من الاكل ولا من الشرايب، زعما متهلين في الناس بزاف عاد. وانت كتشوف الخيول، الختام ديال المهرجان كان السلطات المحليه كانت حاضره عن راسها، والسيد العامل ولا الباشا ولا كل سميتو كينوب على السيد العامل. ولكن انا ما عندي ما نقول، المهرجان ناجح. نمشيو شويه للفن سي الدوسي، الجديد ديالك وفين الغبره؟ الغبره يعني انا دابا كنعمل مساعد ديال المنتج فيما يخص الافلام الامريكيه. يلاه سالا جاكي شان هاد السنه هادي، وش وكان لا هو الدار في المغرب كامل، المغرب كامل كان في كورزازات، كان في الرباط، كان في الدار البيضاء. الاخوان اللي خليكم